مساء الخير واهلا بحضراتكم. كان في صورة انتشرت امبارح بطريقة غير عادية على السوشيال ميديا. اول لما نزلت الكل قاعد يشير، ما بين بقى مؤيد ومعارض لهذه الصورة، انت شايفها ازاي؟ احنا شايفين ان في اباء كهنة وفي اسقف وبيلعبوا لعبة العربيات في مدينة ملاهي وكده. يعني المهم اللي شاف الصورة انها حلوة وان هم كانوا في رحلة او في مؤتمر وبيلعبوا، دول بشر. واللي شاف اين كرامة الكهنوت وازاي يعملوا كده. ما بين بقى مؤيد ومعارض، انا هوريكم شوية حاجات اتقالت على السوشيال ميديا امبارح وكان مقلوب رأسا على عقب كده. لقيت ان كله بيشير الصورة، اتحطت في كذا جروب كذا صفحة معرفش، والصورة دي اصلا من كذا سنة، يعني مش جديدة ولا حاجة. يعني المهم ما حدش يعرف مين الاسقف. انا هقول لكم يا جماعة ايه حكاية الصورة ومين الاسقف وكل حاجة عن الصورة اللي انتشرت امبارح كده بسرعة الصاروخ. طيب تعالوا بقى نشوف رواد السوشيال ميديا كتبوا ايه او قالوا ايه عن هذه الصورة. اول واحد او اول تعليق الكتب، يعني تطلعونا احنا اديرة وادي النطرون وتروحوا انتوا دريم بارك، وتروحوا انتوا دريم بارك. يعني يا جماعة بقى شوفوا كام لايك وكام شير، 553 مشاركة و 390 لايك وفي الزياد، يعني كل شوية في الزياد، يعني 600 مشاركة الناس بقى بتشير من دودة وكل واحد بقى بيقول تعليق من عنده. تعالوا نشوف تعليقات الناس بتقول ايه. واحد بيقول له هم خايفين علينا علشان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، راح قال له تصدق صح، تعالى نعمل رحلة احنا كمان. وبقول لكم ما بين مؤيد ومعارض ومسكين بقى الصورة من ترياقة وسخرية، واللي شايفها حاجة حلوة وجميلة وده جو رحلة وعادي يا جماعة. طبعا على فكرة بقى العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، وحاطين بقى يعني صور اللي هي الكوميكس والحاجات دي، راح قال له دي مش الملاهي دي خالص. بصوا يا جماعة يعني خف الدم المصريين بقى، يعني كل واحد حط التاتش بتاعه زي ما بيقولوا. يعني واحدة بتقول ايه العسل ده، وسيدنا كمان، يعني في اسقف كمان مع الاباء الكهنة. وانا هقول لكم حاجات، يعني اول مرة حد يوضح بقى الصورة اللي انتوا شفتوها دي، يعني كل واحد بيقول هو مين الاسقف ده. انا هقول لكم مين الاسقف ده يعني شوية كده بقول لكم. فراح قال لها ده كلهم زي العسل بجد، البساطة في ابهى صورها، اكيد دي رحلة يعني. فتسوني ردت عليهم بتقول دول كانوا في مؤتمر يا حبايبي بيلفوا حوالين بعض في مناقشة هامة بس زي العسل يا ابائي. فراحوا قالوا ده مؤتمر برضو، انت مش شايف تعبهم؟ انا عارفة انتوا عايزين تعرفوا مين الاسقف، دول ما عندهمش قديرة قالوا يروحوا ملاهي، ما اجمل ان الانسان يعيش بقلب طفل. يا جدع طالعين رحلة زينا عادي يعني. واحد بقى قال له ده الانبا دانييل اسقف سيدني رجل البساطة انتوني لا يغش فيه، قال له طبعا. رامي جلال، انتوا عارفين طبعا الكاتب الصحفي رامي جلال اللي بيكتب في المصري اليوم ونائب برلماني كمان، كاتب العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، هو دخل في الخط هو كمان يا جماعة. ملاهينا غير ملاهيهم يا أستاذنا، سوري على اللغة العربية البيضة دي، أهم حاجة هم يسوقوا وإحنا اللي نتمرجح. بقول لكم الجروبات بقى كلها اشتغلت، ده جروب بتاع الصخر كان كاتب كده من ورايا فيها لخفيها ازاي ده ابونا اكد لي ان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، يعني تطلعونا احنا اديرة وادي النطرون وتروحوا انتم دريم بارك. ده نفس التعليق تقريبا اللي انتشر في كل جروبات السوشيال ميديا. تمام بقى اللي دخل على الخط هو، ما بقول لكم الصورة كلها كانت على السوشيال ميديا كلها امبارح، باسم سليمان المحامي. طبعا انتم عارفين من هو باسم سليمان، يعني احنا اتكلمنا عليه في كذا حلقة قبل كده، كتب هو كمان دخل على الخط لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، وعمل أموشن يعني فيما معناه يعني سخرية يعني. فطبعا كل اللي عنده علقه من إخواتنا المسلمين. فبصوا بقى يا جماعة كل واحد بقى إيه شاف الصورة من وجهة نظره دي عبارة عن إيه. قال الكتاب كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافقني، بكل أمانة لا يجوز ذلك. الناس المعارضة على الصورة بيقولوا ترنيمة يا سائح للقاء يسوع، انت بتجيب الصور دي منين؟ واحد بقى من استراليا وضح بقى، يعني اخيرا الرؤية وضحت شوية، يعني بس الصورة دي من هنا في استراليا على فكرة، والكهنة دي من عندنا هنا في سيدني،
وده كان يوم ترفيهي لملاعب بجوار الكنيسة للأطفال والشعب. الحمد لله الرؤية يا جماعة وضحت، يعني كانوا عايزين يعرفوا مين الأسقف. هو فعلا كان يافت الأنبا دانييل، وأنا هكبر لكم الصورة عشان أوريها لكم دلوقتي. الصورة هي يا جماعة، تعالوا بصوا أهي، ده يافت الأنبا دانييل أسقف أبروشية سيدني، ودول أباء كهنة. الأباء الكهنة في منهم بيشتغل بدوام جزئي. يعني ايه بدوام جزئي؟ يعني بيشتغلوا اب كاهن الصبح وبالليل بيشتغلوا اي مهنة اخرى، سواء دكتور، صيدلي، واتيفر، اي مهنة اخرى غير ان هو يكون اب كاهن، وده بيشتغل بدوام جزئي. وهم اترسموا على هذا الاساس، ده اللي انا عرفته مؤخرا ان هم اترسموا على هذا الاساس، يعني اترسموا والاسقف موافق ان هما يشتغلوا بدوام جزئي. ودي كانت حاجه يعني غريبه جدا، ازاي تبقى اب كاهن وتروح تشتغل حاجه تانية مع انك تكون اب كاهن؟ انت مدعو لك كهنوت يبقى انت تكون اب كاهن فقط، ما ينفعش اخلع الفرجيه بالليل واروح والبس قميص وبنطلون وابقى انسان عادي، او اخلع العم وابقى واخلع الصليب وامشي يا جماعه يعني انتوا بتعملوا ايه؟ ده في استراليا يا جماعه. من هو نيافت الأنبا دانييل؟ هو غني عن التعريف، هو تم استبعاده مرتين من أبروشية سيدني لأنه كان في فساد مالي وإداري كتير عنده في الأبروشية. نيافت الأنبا تدرس كان نائب باباوي عليه وقعد فترة تقريبا سنة. نيافت الأنبا أنجيلوس قعد برضو نائب باباوي هناك في أبروشية سيدني تقريبا برضو قعد سنة وشوية. دلوقتي القمص جشوة هو اللي بقى نائب باباوي من اسقفين، بقى اب كاهن عنده هو اللي نائب باباوي، يعني مش لاقيين حد يمسك ابروشية سيدني، لان نيافة الانبا دانييل لما رجع تاني الابروشية سيدني كان ممنوع ان هو يدخل الابروشية لمزاعم بفساد مالي واداري كبير جدا. قداسة البابا توادروس عمل لجنة، شكل لجنة وعمل تقرير وقالوا لا ما ينفعش يقعد في الابروشية، وفعلا تم استبعاده في عهد البابا توادروس، وكان تم استبعاده في عهد البابا شنودة ايضا. تم استبعاده مرتين يا جماعة، في عهد البابا شنودة وعهد البابا توادروس. عهد البابا شنودة في 2008 وفي عهد البابا توادروس في 2019 تقريبا، وانا كنت ماسكة الملف ده وعملت حلقات كتيرة جدا عن أبروشية سيدني مليانة مشاكل وحاجات كتيرة جدا. يعني موضوعهم كبير. فدلوقتي هو دخل أبروشية سيدني تاني وقعد فترة في الدير، قعد سنة بعد 2019، قعد لحد 6 أو 9 شهور أو سنة تقريبا في الدير، وبعدين البابا توادروس رجعه تاني لأبروشية سيدني لكن بدون أي صلاحيات. يعني إيه؟ يعني ممنوع إن هو يمسك أمور مالية وإدارية تاني في الأبروشية، عشان كده حاطط نائب باباوي عليه. المهم بعد ما رجع، بس انا بقى عايزه اقول لكم ان موضوع سيدني ده يا جماعه قصه لا تنتهي. عندهم قضايا كتير، وعندهم رهن كنايس، وعندهم مخالفات كتيره جدا، فساد بالجمله زي ما بيقولوا هناك في الابروشيه. عملوا دستور جديد، عملوا لجنه اوصياء، بمعنى ان كان الوصي الوحيد الاسقف هو اللي كان بيتحكم في ممتلكات وحاجه الكنايس كلها، الكنايس، المدارس القبطيه، المستشفيات، الحاجات اللي تابعة، اي حاجة تابعة للكنيسة كان المتحكم فيها الاول والاخير كان الاسقف، هو اللي كان بيمضي على كل الاوراق، كان الوصي الوحيد. عمل دستور جديد وخلوا مجلس اوصياء، بمعنى عملوا لجنة مشكلة. اللجنة دي هتكون مسؤولة عن الامور المالية والادارية داخل الابروشية كلها. مين بقى رئيسهم دلوقتي؟ رئيس لجنة الاوصياء طبعا النائب الباباوي اللي هو مين؟ القمص جشوة تدرس. عندهم حاجات كتيرة جدا، فأنا بس دي ملابسات الصورة اللي انتشرت بسرعة البرق امبارح، وكله دخل على الخط ما بين بقى مؤيد ومعارض. هم أصلا يا جماعة يعني هم متعودين على الرحلات هناك، ومتعودين ان هم يعني في ملاعب هناك في كل كنيسة، وفي بسين، وفي صلاة بلياردو، وهم ما شاء الله يعني عندهم الحاجات الترفيهية دي متوسعين فيها لأبعد مما تتخيلوا. أنشطة مدام هي داخل الكنيسة وتابعة للكنيسة ما فيش مشاكل، يعني مش شايفة فيها أي حاجة، لكن هم كل واحد بقى شاف الصورة بمنظوره هو، انتوا فاهمين. فلقيت السوشيال ميديا كلها امبارح اتقلبت رأسا على عقب. يعني طيب أنا هسمعكم
3 دقايق من يافت الانبا دانييل. اتمنى ان تكون هذه العظة يسمعها كويس جدا وتكون لي. هو انا بقول ايه؟ انا اتمنى في يوم من الايام ان العظة اللي بيوعظها للشعب يسمعها بنفسه كأنه واحد من الشعب ويعمل بيها هو. انتوا فاهمين قصدي؟ يسمع هو العظة ويركز فيها وتدخل قلبه ويعمل بيها، مش مجرد ان هو واعظ، لا، انا عايزاه بقى يكون مستقبل العظة دي، يقعد كده كأنه واحد من الشعب ويسمع نفسه ويخاطب نفسه وضميره ويشوف هو بيعمل كده ولا لا. هو بيقول انا كل وثيقة انا حاططها في الابروشية، وما تخافوش على الابروشية وكل حاجة تمام وكل حاجة موجودة، ويعني الراجل زي الفل يا جماعة. امال الاخبار المصرية والعالمية اللي كتبت عن الفساد المالي والاداري دي كانت ايه؟ تم استبعادك مرتين ليه؟ في نائب باباوي عندك في الابروشية ليه؟ في الموضوع ان كان في يحلوا الازمة ليه؟ البابا توادروس كان بيقول عندكم ازمة ليه؟ يعني البابا بنفسه قال ان عندكم أزمة. فكل الحاجات دي مش كانت بتقول حاجة؟ الأخبار العالمية كمان عندكم كتبت، جريدة كبيرة كمان كتبت في استراليا عن موضوع المزاعم فساد مالي وإداري في الأبروشية عندك يعني يافت الأنبا دانييل ده إيه؟ طيب أنت ما عندكش مشاكل، أبروشيتك زي الفل، عندك نائب باباوي بيعمل إيه؟ ما هدي برضو يعني نيافتك بصحتك كويسة وما عندكش، المفروض انت بتقول ما فيش اي مشاكل وانا بروشيتي كويسة وزي الفل وما فيش اي حاجة. طب النائب الباباوي عليك ايه؟ ده كمان قمص، مش اسقف كمان، ده قمص وواحد كمان يعني صغير في السن، يعني مش حد يعني من اسقفين بقى، مش لاقيين حد يمسك الابروشية فجابوا حد يعني. فمشاكل كتيرة في سيدني، اتمنى انها تخلص على خير، واتمنى ان يكون في شفافية اكتر، مش بالكلام، مش بحسن صورتي بالكلام انما بالفعل، مش بحسن صورتي بالكلام انما بالفعل. هما مجرد صورة شافوها على السوشيال ميديا، حتى ما كانوش يعرفوا مين صورة الاسقف دي، فلان الصورة كانت بعيدة ما كانتش باينة قوي صورة الاسقف. لكن نيافة الانبا دانييل غني عن التعريف، اكتبوا في جوجل بس نيافة الانبا دانييل اسقف سيدني، هيطلع تاريخه كله، الأخبار والحاجات والفساد وكل حاجة مكتوبة في الأخبار، هتعرفوا كل حاجة عنه. ده تاريخ يا جماعة، ده تاريخ متوثق، ده تاريخ متوثق. مفيش حاجة اسمها انتوا بتعرفوا ازاي ولا بتجيبوا الأخبار دي ازاي، كل حاجة متوثقة على السوشيال ميديا في المواقع الإخبارية والمواقع العالمية. وكمان الكنيسة بنفسها اعترفت ان في أزمة، الكنيسة بنفسها اعترفت ان في أزمة. يلا اشوفكم على الف خير، ودي كانت حلقة النهاردة صغيرة كده عشان بس كنت بوضح الصورة المتداولة على السوشيال ميديا امبارح وعملت ضجة كبيرة وبين مؤيد ومعارض لهذه الصورة. اكتبولي في التعليقات انتوا شايفين الصورة دي ازاي. يلا اشوفكم على الف خير، تحياتي، اشوفكم في حاجة جديدة، سلام. الليل ممكن ما تنامش في حاجة بتفكر فيها، خلي الحاجات الروحية تنومك، يعني اقرا الانجيل، اقرا كتب القديسين، معجزات البابا كرولوس، اقرا البستان الرهبان، بس ما تخليش حاجات غلط تنومك. وانتوا فاهمين قصدي. درس تاني، اكتب كل حاجه في حياتك، سجلها، يوم كده حصل كده، لانه هتيجي يوم ويطلب منك حاجه لازم ترجع للمستندات. وانا قاصد بقول ايه، انا احب اطمنكم، عمري 63 سنة، الإنسان قليل أيام، هنشوف بعد شوية، بس بعد أيامي ما تخلص أبروشيتكم فيها مستند لكل حاجة. هتروحوا الأبروشية هتلاقوا a well organized planned filing system with proper documentation for everything. وهنا أشكر كل اللي تعبوا في أبروشية سيدني، هم عارفين عملوا ايه، واله اله السماء هيعوضهم كل خير، كل واحد. ده انا لما اروح حته معينه بكتب تقرير، رحت مصر عملت كده،
وتوصيات التقرير، والتقرير محفوظ. نقطة تالتة، ما تمضيش على حاجة بدون ما تسأل. هو ليه الملك أحشويرش كده يمضي أمياني لهمان؟ وخلي بالك درس تاني، حد يقول لك حاجة قول له طب أفكر 3 أيام وأصلي وأصوم، ما تمضيش. وحتى لو مضيت غلط من واحد خدعك فيش مشكلة، لو جه واحد صلحك صلح. حربونا الخرسي صلح فكر أحشويرش، قال له الإمضة دي غلط. وأعان الله مردخاي وإستير وكل الشعب اليهودي وصلب. لسه في درس تاني، الذي يزرعه الإنسان يا إيه، خلي بالك، الذي يحفر حفرة لأخيه يحصل له إيه؟ أوعى تزرع شوك، وأوعى تحط حفرة في طريق إنسان. لا لا، أنت مش كده، أنت تزرع خير، وأنت تشوف حد هيقع في حفرة قوله لا خلي بالك الطريق اللي أنت ماشي فيه ده غلط. سمع سمع، ما سمعش قول للكنيسة، ما سمعش هو حر. لو وقع في الحفرة ما خلاص، نحن نبهنا. نقطة